اخبار جوه النادي الاهلي لفريق كره القدم. قبل ما اطلع فاصل مهم جدا نقول حاجه مهمه جدا ننوه عليها، انه لائحه الانضباط للاتحاد المصري لكره القدم فيها ما يمنع وما يرضع ما حدث في مباراه السوبر لاي طرف. انا لا اناقش مين عمل ايه ولا مين عمل ايه، لكن فيها ما يمنع تكرار هذا الفعل، وتصل لحد الشطب، تصل لحد الشطب سنة لسمير كمونة 2001 على فعل لا يبدو فاضحا. لائحة الانضباط بتقول ايه؟ الإهانة أو الإساءة أو التهديد من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسؤولين في عناصر اللعبة في الملعب أو خارجه، الامتناع أو التأخر عن استلام الجائزة في نهاية المسابقة أو الإخلال بإجراءات ومراسم التتويج، إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعد أو عطية من أي نوع لأداء عمل أو الامتناع عنه. العقوبة إيه بقى؟ أنا بس خليكم أفكركم الحتة الأولى اللي هي بتاعتنا، يعني الإيقاف، الغرامة بحد أدنى 50,000 جنيه، الشطب تغريمه قيمة ما تم إتلافه. يعني القانون فيما يمنع إن إحنا ما نكررش هذا الحدث، لأنه بدأت بعض التسريبات تطلع إنه نص من هنا ونص من هنا، عدد متساوي من هنا وعدد متساوي هنا، وعدي يا ليلة. عدي يا ليلة دي بتعمل احتقان. بنوصل في وقت معين لأن الضومنة قفلت. اللي بيلعبوا الضومنة عارفين اللعبة قفلت خلاص، هنعمل إيه؟ إنك تعدي الليلة النهاردة عشان تعدي ده مش صح. احنا ما بنحجرش على حد، احنا في قناة الاهلي من النهاردة وامبارح منتهى العقلانية والمهنية من فضل الله، ولا بنسخن اي مواضيع، لكن بنتكلم القانون فيه ما يمنع تكرار ما حدث في مباراة السوبر. طبقوا القانون بحذافيره لو مش عايزين نوصل تاني لأي مأساة أخرى بدون ذكر أي حاجة. القانون موجود، فرصة قدامكم يا اتحاد كرة، وأول حاجة في القانون ابدأ بنفسك. واضحة؟ ابدأ بنفسك، شوفوا انتوا كمسؤولين عملتوا ايه، خصوصا وقت تسليم الجوائز، وابدأ بنفسك. لو بدأت بنفسك التاريخ هيفتكرك، لو ما بدأتش بنفسك التاريخ هيحتقرك. بعد الفاصل الزميل الأستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق، النهاردة كاتب مقالة كويسة جدا أنا قريتها الصبح، قمة العبث. قد يبدو أنها مفهومة أن هي المباراة اللي فاتت، لكنها بعيدة تماما عن المباراة اللي فاتت، لكنه بيتكلم عن المباراة القادمة للأهلي والزمالك وتأجيلها وطلب تأجيلها وغيرها. مقالة مهمة جدا، اللي ملحقش يقراها افتح الشروق موبايل، يلا افتح الشروق واقراها عشان هنتكلم عليها، وهنتكلم ان احنا وصلنا ايه اداريا، اللي احنا مفترض ان احنا غيرنا وجبنا هذا الاتحاد او اتغير الاتحاد عشان نصلح. خالد الإتريبي وصف وشرح الحالة، هنتكلم على هذه المقالة وكل الأمور، سواء مباراة الأهلي والزمالك إداريا والمباراة القادمة وتأجيلها وحكامها وكل التفاصيل، ولكن بعد هذا الفصل.